عشان كده انا عندي تفاصيل كتير جدا في ترند الاهلي النهارده هنتكلم فيها مع حضراتكم، واكيد الناس كلها بتتكلم بخصوص الفريق الاول لكره القدم، وبالتحديد من حساب الاهرام على تويتر واللي بيقول الاهلي يختتم تدريباته بمواجهه بيراميدز غدا وفحص طبي للشناوي. النهارده الفريق عنده تدريبات في هذه اللحظات تحديدا، بيبتدي تدريبات النادي الاهلي استعدادا لمباراه الغد، وبعديها هيتم الاعلان عن القائمه. وفيما يتعلق بالشناوي انا عايز اطمن جمهور النادي الاهلي باذن الله، باذن الله واحد احد الشناوي هيكون متواجد في مباراتي الوداد باذن الله. المباراه الاولى كمان هيكون متواجد بنسبه كبيره جدا ان شاء الله تعالى. طيب خلينا نروح لجزئيه اخرى وهي بتتعلق بالوطن سبورت وحسابهم على تويتر، وبيتكلموا على ان موسيماني يوصي بتفعيل عقد الثلاث سنوات لمروان محسن. احنا عارفين مروان كان جدد تعاقده مع النادي الاهلي، دي كلها امور اداريه خاصه بالنادي، اكيد هيتم التوثيق ان لم يكن موثق النادي الاهلي عقد مروان محسن، لكن في الحقيقه بيقدم مباراه اخيره بشكل مميز، بيحرز هدفين حلوين جدا، فبالتالي نتمنى له دايما التوفيق والاستمراريه بالنسبه للعيب مهم زي مروان محسن في خط هجوم النادي الاهلي. طيب الجزئيه الاخرى والمهمه قوي واللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم هو من حساب سوبر كوره على فيسبوك، وبيقول وصلت غزل من موسيماني لصالح جمعه قبل مواجهه بيراميدز. فبالتالي موسيماني عنده ميزه مهمه قوي وهو التعامل النفسي مع اللاعبين وكيفيه اداره الجوانب النفسيه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. في بعض اللاعبين بيبقوا محتاجين معامله معينه، زي منهم صالح جمعه مفيش مشكله، يعني الراجل بطريقه معينه تقدر تطلع كل اللي انت عايزه منه. واضح ان موسيماني يعرف يطلع من صالح جمعه اللي هو الفريق محتاجه، القدرات الفنيه الكبيره والهائله اللي موجوده عند صالح جمعه، وللاسف ما قدرناش نستفاد منها بسبب بعض الامور سواء الخاصه باللاعب او الخاصه باللاعب بس في الحقيقه يعني، واللي ادت لابتعاده عن النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. الفتره اللي جايه في حاله تفاؤل كبيره جدا بصالح جمعه، مستر موسيماني مركز معاه بشكل كبير وباذن الله يقدر يطلع قدراته الفريق محتاجها خلال المراحل المختلفه المقبله. وهو الراجل اتكلم معاه وكان في حديث متواصل ما بينهم وطلب منه التركيز، مجرد التركيز وكيفيه انه يكون لائق بدنيا وفنيا بالنسبه لوجهه نظر موسيماني هيكون متواجد صالح جمعه. شفناه في المباراه الاخيره، راجل صراحه موهوب قوي، عمل كورتين حلوين رغم غيابه الطويل. خلينا نروح لماجيكانو على فيسبوك، وقالوا ان 7 ايام على نصف نهائي افريقيا، جمهور الاهلي بيعد الايام في الحقيقه عشان المباراتين دول بتوع الوداد وعشان البطوله بشكل عام، لان البطوله وحشانه وجمهور الاهلي مفتقده بشكل كبير، وان شاء الله منتظرين ومساندين وداعمين رغم كل الهجوم اللي ممكن يكون على النادي الاهلي الغير مبرر، هجوم غير مبرر، لكن هيفضل في ظهر النادي بكل تاكيد. طيب صفحه الكاف على تويتر تحديدا بترصد الفرق الاكثر تسديدا على المرمى في بطوله دوري ابطال افريقيا، وبتقول واضح كده ان مباراه الاهلي والوداد هتكون مباراه مليئه بالفرص. فبيقول لك تي بي مازيمبي 37 تسديده على المرمى، ده في البطوله الحاليه يعني، الوداد 37 ايضا، وبعديهم الاهلي 35 والنجم الساحلي 33 ومامولودي سان داونز 31 تسديده، وده جانب تحليلي خاص بالفرق اللي هتشارك في دور نصف النهائي تحديدا الفتره اللي جايه. خلينا نروح لليوم السابع على فيسبوك، وبيتكلموا على جيرالدو وانه يقترب من الرحيل الى البرازيل لمده موسم بعد موافقه الاهلي. الكلام ده في توقيت غير مناسب اطلاقا، كلها امور بالمناسبه بتتعلق بوجهه نظر المدير الفني مستر موسيماني، مدير فني جديد ممكن يكون ليه تقييم مختلف لبعض اللاعبين، ممكن يكون محتاج جيرالدو ممكن ما يكونش محتاجه، لكن في نفس الوقت جيرالدو لعيب موجود في فرقه الاهلي ومقيد افريقيا وهتلجا ليه مؤكد في دور نصف النهائي والنهائي باذن الله تعالى. فمش ده التوقيت اللي ممكن نتكلم فيه مع حضراتكم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي بخصوص رحيل او بقاء بعض اللاعبين. جيرالدو عنصر مهم نتمنى له التوفيق باذن الله، الفتره اللي فاتت لعب مباراه اللي قبل اللي فاتت تحديدا كان نزل بشكل كويس وادى بشكل كويس، لو كمل بالشكل ده هيفيد الاهلي في بطوله افريقيا باذن الله تعالى. هم هنا بيتكلموا على عرض البرازيل، لو جه اي عرض النادي الاهلي النادي بيدرسه وبعد كده بياخد القرار الانسب من وجهه نظره ولمصلحه الفرقه بكل تاكيد. طيب كيك اوف الحساب الجنوب افريقي والموقع الجنوب افريقي الشهير بيرصد تصريحات لبيني ماكارثي، طبعا نجم فريق او نجم منتخب جنوب افريقيا فتره كبيره من الفترات، والراجل ده كان هداف كاس الامم الافريقيه 98 مع نجم النادي الاهلي السابق والزمالك ومنتخب مصر كابتن حسام حسن برصيد 7 اهداف على ما اتذكر في 98، وبيتكلم على ان هو هنأ بيتسو موسيماني بعد توليه مهمه النادي الاهلي، بيوصف النادي الاهلي بان هو ريال مدريد افريقيا،
وانه فريق عنده تاريخ كبير وعظيم، وشايف ان هي خطوه مهمه جدا بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني، وهنقدر نتواصل معاه وده امر في الحقيقه جيد، وردود افعال كبيره جدا في القاره بشكل عام بخصوص تولي مستر موسيماني تدريب النادي الاهلي. خلاص المرحله دي بقى خلصت، تولى مستر بيتسو، احنا بنركز معاه في اللي جاي وبندعمه باذن الله تعالى. طيب دي كانت بعض الامور الخاصه بترند الاهلي تحديدا، والكلام كان على بعض القضايا والاخبار الهامه واتكلمنا فيها مع حضراتكم. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه في تفاصيل تانية هنتكلم فيها، استنوا.